عفوا نسق التجديد في الشعر الشعبي. رح نحكو عن المفهوم والمظاهر المظاهر والجماليات. مشاهدينا الكرام رح تكون حاضرة معنا شاعرة نتعرفوا عليها بعض اللحظات في الاستوديو. نطلبوا من ضيفتنا بسمة مديوني تتفضل وتلتحق معنا في الاستوديو. مديوني لا ميدوني يلا. شكرا لك بسمة واهلا وسهلا بك في البرنامج. مرحبا. ربي يحفظك. راح بيك الجنة إن شاء الله. صباح الخير. إذا نقول لليوم مشاهدين أنه ضيفتنا جاتنا من أقصى الشرق الجزائري من الطارف. كيفاش خليتي الطارف؟ الطارف لاباس مع الصيف، أجواء الصيفية مع البحر السلام عليكم. أجواء أكثر من رائعة، الشواطئ الطارف جميلة جدا والطبيعة في الطارف رائعة، خاصة القالة. القالة إيه؟ القالة جاية في الحدود. جميلة. جيتي من القالة؟ أنا بحدا القالة، بلدية بريحان. يلا تحية لكل الناس اللي راهي تشاهد فينا صبيحة اليوم، كل ناس المنطقة. صباح الخير، نصبح عليهم من هنا، نصبح عليكم كامل. وأقول كما يقول محمود درويش في قانون الحب: الصباح الذي لا تسمع فيه صباح الخير ممن تحب سيبقى ليلا حتى إشعار آخر. صباح الخير، صباح الحب عليكم كامل. صباح الحب على الجميع، يعني كنا حنختموا جانا الحب وجاب جاكم الحب حتى لديوركم مشاهدينا الاكارم. يلا بسمة نتحدثوا اليوم على الشعر، كونك شاعرة شابة يعني دائما تحكي على التجديد. قبل ما نروح نحكوا على التجديد، على ولع بسمة بالكتابات الشعرية، وقتاش بدا اهتمام ايضا بسمة بالشعر؟ والله هي بسمة هي شابة أهدوا لي لقب شاعرة، ممتنة وإن شاء الله نكون عقد المسؤولية. أكتب، أتذوق الشعر، أقول الشعر. تقدر تقول ما كنت عمري بل 15 عام أقول الشعر، يعني كبرنا على الكتابة. تقولي كل أنواع الشعر؟ والله في البداية بديت تقدر تقول بالفصيح، بالنثر، قصائد نثر، نثر بصفة عامة. ومن بعد توجهت مؤخرا، السنوات الاخيره توجهت، الهمت بالشعر الملحون، الشعر الشعبي اللي جينا عليه اليوم. انا وليت نكتبه وان شاء الله مازلنا نكتبه ومازلنا نمدو. يلا وشنو هي الحاجه اللي خيرتك عفوا ولا خيرتك انك تتجهي الى الشعر الحر؟ والله باه نكون صريحه، من خلال المسابقات. كانت كاينه مسابقات الشباب وطنيه شعر الملحون، كان مسابقات مستغانم اللي فتحت لي الباب على مصراعيه. رحنا وشفنا وتعرفنا على الشعراء ويعني كان الفضل المسابقات المقامه. والحمد لله يا ربي نلت جوائز وطنيه ومن هناك بدات الحكايه. خبرينا وشنو هي ابرز الجوائز؟ والله عندي مؤخرا جائزتين، في جائزه ثالثه وطنيا في مستغانم شعر شباب شعر شعبي، وجائزه ثانيه في العام الفارط. والحمد لله لقينا تم اساتذه وجهونا عندهم الفضل ليا، خاصه استاذ شاعر والذي لا ينوبني الا ان اذكر الشاعر استاذ البلبار اللي الهمني باه نكتب، خاصه في التجديد اللي حكيتي لي عليه اليوم. يلا الطارف عندها شعراء الشعر الشعبي ولا لا؟ الطارف موجود، موجود لكن ممكن بقله، ممكن مش باينين، ممكن ما نلقوش الفرصة، بصح موجود. طيب من الناس بكري، من اللي سبقونا في هذا المجال، الشيوخ تاع بكري، الشيوخ الشعبي كما يقولوا، هل موجودين؟ في ولاية الطارف أسماء، أسماء قليل كانت ممكن، ولا احنا قلت لك المسابقة دي وعليها فتحت لنا الأبواب، بدنا نتعرفوا على الشيوخ الكبار، باه التعريف بالاسم أيضا أكيد، باه تعرف بالولاية تاعك، الثقافة، اللهجة، ممكن حتى لهجة ولاية الطارف تختلف عن باقي اللهجات. جميل. يلا قبل ما نروح إلى نقطة أخرى، ماذا بيا نرجع بك إلى المسابقة ونسمع جزء أو شعر فزتي به ولا قدمتي خلال مسابقة من المسابقات اللي حصلتي فيها على الألقاب؟ أكيد خير ما نستاهل به ديما قعدتنا ثقافية شارع الوطن. أقول في قصيدة سحارة، هي القصيدة التي فزت بها في عام 2021 في مستغانم في مهرجان شعر شباب. يلا ماذا قلتي فيها؟ قلت: قالوا سحارة قوي العقار، تهدي رشفة نعناع زيديني رشفات طماع، طمرت عرجون رنت ملحون، دلولة بنت السلطان تحلي مر القطران، قطع جنة فلوطان، مسك الليل
آه منها يا ليل قيام الليل ودعوة الأسحار مبيعني وما تتباع عيبي عشاق جواع تكوني نكون في رسمك مدفون حلفنا برب الكوان تلبس أبيض الألوان خضرة ودم الشجعان ريحة الكليل آه منها يا ليل الحفها دافي تفلوكار ساسها دم نواع ساس في الشبع جاع الدم سخون قد المقرون عسيلة لحسة دهان حرة كتيور السمان دمها شقايق نعمان ريحة الكليل آه منها يا ليل آه منها يا ليل. يلا جميل وما زالت القصيدة يعني طويلة هذا جزء فقط هذا على الجزائر وكل شعراء يتغنوا بالجزائر كل بطريقته وكل بكلامه ووزنه. يلا نرجع على ولا نرجع إلى شعر الشعبي ونرجع إلى التجديد تحديدا. أنت من بين الشاعرات اللي دائما يدعو إلى التجديد، وش يضيف التجديد للشعر الشعبي؟ أكيد ولا ما هو مفهوم التجديد عندك؟ أكيد شوف هو الشعر الشعبي هو تراثنا وينتقل من جيل إلى جيل طبيعة الحال. احنا كشباب يعني من دورنا الحفاظ على الشعر الشعبي وتطويره كذلك. دونك كما يقولوا الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه، هذه راهم قالوا هذيك قبل هذه كبرنا عليها كبرنا عليها ومازلنا نقولوها. دونك تجديد عنده مظاهر، انا نكتب في القديم ونحبه ونذوقه ونسمع كما شعراءنا بن كريو بن قيطون سيدي الاخضر مخلوف معناها نسمعوهم ونحبوهم وكبرنا عليهم، وفي نفس الوقت هذا لا يمنع ان نكتبوا بصيغه جديده معناها تجديد في البناء في المعنى في المغنى في الصوره في اللغه، هذا كامل دخل تحت مفهوم التجديد. معناها التجديد مش معناها مش معناها الجديد راح يحل محل القديم، لا ما يكونش قطيعه، بالعكس ما يكونش قطيعه بربي ان شاء الله ما يكونش قطيعه. ونورمان وقت شفتي كيفاه شاعر اللي قاعده نقول فيه انا عنده معنى عنده رساله عنده رؤيه، يعني ممكن هو العبارات هو بسيطه تواكب الوقت اللي رانا فيه حسب نحن درك شباب وكل معناها شاعر عنده جمهوره. صح صح. أنا كذلك عندي جمهوري والشعراء الكبار الله يبارك عنهم جمهورهم، معناها هنا هي الفكرة. جميل. طيب لمن ولما تكتب بسمة؟ لمن تكتب؟ تكتب لكل متذوق لكل من يحب الشعر معناها، وإن شاء الله نكتبه في أنماط كامل ورانا مع الوقت ونكتبه في مواضيع اجتماعية وطنية غزل، يعني لو في هذا الأثناء نقول قولي حاجة لما تقولي نقول أقول الدنيا دنيا ليست جنة وش نتمنى غير نتهنى فيا وفيك وجعة وكسرة تصرة من أقرب الناس الغدرة تصرة تقول كليمة وعندك هدرة تصرة ضحكة واحدة وياسر غصة مجبور تعيش وتقبل بالظروف عين تبكي وعين تشوف أما راضي بمر الغصرة مضرور والناس ضبابة والصبابة والحاجر والمحجور شعور كيما الذبحة في الصدر كيما الظلمة من القبر لا هروب من ذيك القصة يا أخي بعد العسر يسرى الدنيا دنيا ليست جنة وش نتمنى غير نتهنى هذا فارق روح عزيزة اللي غايب واللي اللي فارق روح عزيزة واللي غايب بالحياة وهذا سارق لحظات تفرح قلبه مجرح هيهات ينسى هيهات وهذا ضايق كاس المر كواه الضر شبع نار وكيات وهذا حارق كل راقه كتب فراقه لسبيل الذكريات دنيا دنيا ليست جنة وش نتمنى غير نتهنى روحي وجاية روحي ولا تؤدي ليا أصلا بيا ألف ليا بالتي يحسن فرقيني وكوني للوعد وفيا روحي وجاية روحي حاب نعيش لو شوية كيما تطير الحر في سما حرة أنا حر وأنت حرة نضحك ونفرح نضحك ونجنح كاني نضحك أول مرة. جميلة جدا ما شاء الله، كلمات تخليكم تسافروا وتبحرون من منطقة إلى أخرى من عالم إلى آخر من حالة إلى أخرى. حقا يعني حاجة لازم نسمعوها وسجل يا مواطن هذا المورب. ولا قلت لك تجديد راح تكون فيها كثافة في الصور صح. بيانية ممكن صح راح نتخلوا على الشعر العمودي
اللي مولفين به وكبرنا عليه. هذا لا يمنع انه شعر التجديد كما قلت لك عنده رساله، فيه قافيه، فيه القوافي اكيد، هو فيه وزن ما تخلوش على الميزان، فيه ضوابط، فيه ضوابط اكيد، هو كيما شعر ممكن تفعيله كما قصاد نثر في الفصيح، معناها فيه ضوابط، فيه كل شيء، فيه قوافي، فيه مبنى، فيه مغنى، فيه موسيقى. جميل. يلا نحكي ربما على الملتقيات تاع الشباب ولا شعراء الشباب ولا ايضا شعراء اللي يكون في احتكاك بين الشباب وبين المخضرمين ايضا. هل تلقوا بيناتكم في التواصل صعوبه في اللكنات في اللهجات؟ لانه كل منطقه معروفه بلهجه وللكنه معينه وبخصوصيه لهجتها، هل في صعوبه في التواصل؟ هل تكونوا او تتواصلوا فيما بيناتكم عفوا بطريقه سلسه وسهله؟ وملاحظ ايضا انه تحاولوا دائما ما تبرزوا المصطلحات اللي تعرف بها المنطقه اللي انتم منها. اكيد. شوف الملتقيات هذه هي كسرت الحاجز ما بين الولايات كامل. ديما نقول لأجل أن نرتقي لابد أن نلتقي، وها نحن نلتقي اليوم في هذه الملتقيات، نلتقي به نتبادل الثقافات، نتبادل اللهجات. كما قلت لك أنا من ولاية الطارف من أقصى الشرق، نروح لأقصى الغرب، الغرب ولا أقصى الجنوب، ولا أقصى الجنوب، هذه فرصة باش نتعرفوا على بعضنا، به همزة وصل الملتقيات تقدر تقول. الشعر وحده همزة وصل يعني. أكيد الشعر هو الإنسان لما يقرأ لك ولا يقرأ لواحد آخر ولا يسمع لك ولا يسمع لآخر أكيد راح يلتقط بعض المصطلحات واللي ربما يعود يستعملها في حياته اليومية. طيب من خلالك أيضا كشاعرة في الشعر الشعبي ومن خلال أيضا شعراء اللي استقبلناهم أيضا في البرنامج، نوجه تحية لرئيس لسيد بن سالم رئيس الاتحاد الشعر الشعبي اللي هو اقترح على البرنامج هذه الأسماء الجميلة واللي حقا إضافة للفقرة والبرنامج. وصلنا لختام هذا اللقاء، حبيت نودع فقط المشاهدين الكرام، نتلاقاو غدوة في نفس التوقيت، ولكن خليك أنت تودعيهم بطريقتك. قبل ما تودعيهم هل عندك رسالة ربما أو تحية أو إهداء؟ من بعد نسمع لك. أنا بدوري أثمن ما قلت، نشكر رئيس الاتحاد الشعبي للشعراء الشعبيين الجزائريين رحمان بن سالم على هذه المبادرة، كأننا نحن باقة ورد جمعنا من مختلف الولايات، وكتعرف باقة الورد كيفاه تكون مختلفة بلهجاتها بألوانها بثقافاتها. نشكر كل من آمن بي، آمن بسمة ميدوني شاعرة، نشكر العائلة جدا، الوالد والوالدة الكريمين، نشكر اخوتي لهم بمثابه اجنحه، نشكر جميع الناس اللي قاعد تفرج فيا اليوم، كاين اللي قاعدين يتفرجوا فيا وقاعدوا على جالي، اصدقائي صديقاتي زملائي في العمل، بلديه بريحان، ابناء منطقتي، يعني كل جزائريين نشكركم كامل. يلا نسمعوك. اكيد. نقول حاجه في الاخير، ما قلناش على غزه، اكيد لازم نذكروا ابيات، اكيد لازم نذكروا ابيات. صحيح. اقول عفوا، هدف الشعر العمودي يعني. يلا. شعر أتاي وقمرة والغمرة في سمرقان، المزاد يذوب من صوته غير المقنين، نعشق في الدنيا والوقفة وقفة سلطان، من بين أصحابي حبوني من نظرة عين، حتى كلماتك يخرجوا دق وميزان، والحرف يخضر ويوضر يكتر بالزين، قاعدة روحية صوفية والعطر الحان، والصوت يرقص ويبق صادي وحنين، لمعوا نجماتي من وطني غيرة لوطان، لخير في نجمة كي تنسى مسرى لمين، في موت العزة يا غزة تحلى لكفان، نحلف يا أقصى ما تمسى شمس فلسطين، لا يبكي أهلك لا يخرج يونس غضبان، في بطن الحوت مصابيح وتضوي العرين، حالف يتوضى بشعاره حتى يزيان، غصن الزيتون وكوفية عزم ويقين، ويشوف الأقصى في عرسه زاهي فرحان، رشمات الحنة من وطني وخيوط جبين، دنداني داني دنداني دنداني دان، خوذ برياتي في بياتي بسياسولين.